برأيك إلى ماذا ممكن أن تذهب؟ إلى فكرة وقف الحرب، أم تقول مثل ما قالت آخر مرة والمرة التي قبلها، يعني لا نجد لنا اختصاصا في هذا حتى الآن؟ قضية الاختصاص المحكمة بثت به، والإشكالية الحقيقية في قضية الطعن في هذا الاختصاص هو جزء من الدعاية الإسرائيلية الأمريكية لقضية أن المحكمة ليس لديها جهة اختصاص، لكن هذا ثبت. يبقى الموضوع في قضية أي قرار ستتخذ المحكمة، هل هناك إمكانية لتطبيق هذا القرار وفرضه على الاحتلال في قضية وقف الحرب؟ أعتقد أنه سيكون القرار استراتيجيا بالنسبة لوقف الحرب، حتى وإن لم يوقفها فوريا أعتقد أنه سيقوم بالتخفيف من الضربات التي تقوم بها دولة الاحتلال على صعيد قطاع غزة. وأعتقد الموضوع سيأخذ جانب الإحراج للمراقب الأمريكي والذين يتحالفون مع الاحتلال في قضية دعمهم لهذه الحرب، خاصة وأنه أخي عامر يعني بعد 8 أشهر صورت رفح بأنها القلعة الكبيرة التي إذا ما تم احتلالها سينتهي العدوان على قطاع غزة. اليوم الاحتلال منذ أسابيع وهو داخل رفح وينفذ ضرباته، لن يستطيع القضاء على حماس خلال هذه الفترة، ولن يستطيع استعادة الأسرى، على العكس تماما، والآن يتورط أكثر في قضايا السياسية الدولية، أتحدث عن الجيوسياسي الدولي، وهنا أتحدث عن قضية محور فيلادلفيا وصراعه عليه في قضية الحدود مع مصر واتفاقيات الدولية في أوسلو مع أسبانيا ومع النرويج التي وقعت اتفاق مدريد واتفاق أوسلو، وبالتالي حل الدولتين في إشكالية وفي أزمة. الأمر الآخر نتنياهو أمام مذكرة اعتقال هو وزير الدفاع جالان. الأمر الثالث المحكمة الدولية والأمم المتحدة في قضية إصدار وقف فوري لإطلاق النار بعد شكوى جنوب أفريقيا. بعد 8 أشهر لا جدوى من البقاء، ولم يبقى شيء يعني يريد أن يدخل نتنياهو إلا البحر، فهل سيدخل البحر ضمن معركته مع قطاع غزة؟ هذه الإشكالية الحقيقية الآن، بأنه نتنياهو سيبحث عن سبب آخر للبقاء في إشعال هذه المنطقة. الحقيقة أنه لم يبقى لنتنياهو أي شيء داخل قطاع غزة إلا أمر واحد، وهو أن يسترد الأسرى. استرداد الأسرى الآن عليه أن يذهب إلى الطاولة وأن يعطي حماس والمقاومة ما تريد حتى يستطيع استرداد أسرى، وإلا سيعودون له كما يأخذهم، يعني إما جثثا أو في أكياس سوداء يعثر عليهم بالخطأ أو بالصدفة هنا وهناك. طيب أختم معك بهذا السؤال. صحيفة جلوبس الاقتصادية، وهي صحيفة متخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي، قالت بأن دولة الاحتلال الإسرائيلية والحكومة بقيادة نتنياهو تدرس زيادة الضرائب في إسرائيل من أجل تمويل الحرب في قطاع غزة، لأن هناك عاجز اقتصادي الآن. برأيك كيف، هل هذا سيؤثر على الشارع الإسرائيلي في داخل فلسطين المحتلة بالثورة على نتنياهو مبدئيا؟ ثانيا، هل لهذه الدرجة هذه الحرب يعني استنفذت دولة الاحتلال التي تقول بأنها من أقوى جيوش في العالم؟ بكل تأكيد أخي عامر، لولا الدعم الأمريكي الاقتصادي والسياسي والعسكري لانهزمت دولة الاحتلال منذ الشهر الأول في هذا العدوان. لكن المليارات التي تضخ والذخائر العسكرية التي تم توريدها هي التي أطالت عمر هذا الحرب وأطالت قوة الاحتلال. الوضع الداخلي منهار اجتماعيا، المجتمع الإسرائيلي منقسم قبل 7 أكتوبر، انقسم في أيام التعديلات القضائية، ونصف المجتمع الإسرائيلي لا يريد نتنياهو، ولو حدثت انتخابات لن يأخذ نتنياهو أي أصوات كما يعني يظن البعض، هذا باعتقادي. ثانيا، الإشكالية الحقيقية في قضية الوضع الاقتصادي، هناك 8 أشهر حدث فيها كساد اقتصادي، بورصة تل أبيب انحدرت نحو الأسفل، وهذه الهبوط في الأسهم تسببت بنايين خسائر على صعيد المستوطنات في الشمال ومستوطنات الجنوب والفنادق التي يعني استنزفت أيضا النازحين من تلك المناطق. هذا عبء على دولة الاحتلال، الجرحى عبء على دولة الاحتلال. الذين الآن يدخلون إلى قضية الضمان الصحي الاجتماعي أيضا هو عبء على الاحتلال، الجرحى عبء على الاحتلال. قضية المواد التشغيلية لهذه الحرب بمعنى رواتب جنود الاحتياط والبترول والوقود والمعدات العسكرية التي تم استخدامها على مدار 8 أشهر هو جزء من حالة الاستنزاف الاقتصادي أيضا. وبالتالي أن يأتي إلى المواطن داخل حكومة داخل مجتمع الاحتلال اليوم وأن يتم عليه زيادة ضرائب، أعتقد بأن هذا سيضيف عامل فوق العامل بعدم رضا أهالي المحتجزين لدى المقاومة، وبعدم رضا المعارض عن الأداء السياسي لنتنياهو، وعدم رضا الجنود الذين قتلوا داخل قطاع غزة عن استمرار الحرب. وهذا سيضيف الآن سبب آخر بعدم رضا المواطن الإسرائيلي بأن يدفع ضرائب تشغيلية أكثر بعد 8 أشهر
من قضية الركود الاقتصادي والتجمد والهجرة العكسية، وبالتالي هذا سيكون سبب من أسباب التي قد تأخذ الشارع الإسرائيلي إلى مأزق في الأيام القادمة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي